في رسالة تانية بتقول عندي ارتجاع وألم في فم المعدة وحساسية جيوب أنفية ودايما أحس إنه في شيء عالق في زوري. ماشي. هو عادة بيبقى سببها كل الأعراض دي سببها في الآخر الارتجاع، فالمفروض تاخد حاجة زي ممكن كليندنافيل اللي احنا قلناه من شوية ده، اللي هو بديل الإزومبرازول، أو ياخد تريتو ألس. تاخد تريتو ألس كويس جدا، تريتو ألس قبل الفطار وقبل السحور، مع حاجة من مادة الموزا برايت زي موزا برايت 5 مللي برضو قبل الفطار والسحور. أعتقد إن الحاجات دي هتظبط الموضوع. لو عندها مشكلة في الجيوب الأنفية تاخد حاجة زي ليفست إقراص أو إرياس إقراص حباية قبل النوم.